لهذا الحادث، ولكن لما بين سطور هذه الأعمال الإرهابية المتفرقة والتي قد تختلف عناوين من يعلنون عن مسؤوليتهم فيها أو حتى بدون أن يعلنوا، ولكن يبقى المصدر والمستفيد واحد. لقراءة أكثر عمقا ينضم إلي عبر الهاتف دكتور إيهاب يوسف، الخبير الأمني المتخصص في مجال إدارة المخاطر الأمنية. بعد التحية دكتور إيهاب، يعني ما هي القراءة المبدئية لعملية المداهمة اليوم، خاصة إذا ربطنا هذا بهذه القنبلة بدائية الصنع التي كانت في ذات المنطقة قبل فترة وجيزة؟ مساء الخير، حياة حضرتك والساده المشاهدين. بلا شك المجهود اللي بتقوم به المجهود اللي بتقوم به وزاره الداخليه في محاوله اختراق التنظيمات وضبط الخارجين على القانون قبل ما يقوموا بالعمليات بتاعتهم، ده عمل حميد جدا خصوصا في المرحله اللي احنا فيها، لان زي ما حضرتك بتتفضلي احنا بنتكلم في الصوره الواسعه لعمليات الارهاب والمكافحه، بتلاقي ان الارهابيين ليهم اهداف ثابته في المرحله الحاليه. اولا هو يهمه انه يزعزع الاستقرار ويحسس ان مفيش امان، وفي نفس الوقت يبطل اي عمليات اقتصاديه بتتم او اي نجاحات اقتصاديه قد تحدث في المرحله القادمه. ده بيحصل لما بيجي الارهابي بينجح في عمليه ارهابيه او في تفجير او في عمليات اغتيالات من اللي بتحصل، بلا شك بتاخد صداره في وكالات الانباء العالميه، وده بيعوق عمليات الاستثمار اللي احنا بنستهدفها في المرحله الحاليه. فالبديل الامثل ليه هو سعي وزاره الداخليه لاستهداف التنظيمات واختراقها ومحاوله وقت الجريمه قبل ما تتم، وده بيعتبر نجاح في حد ذاته. النهارده الحادثه اللي حصلت قدر الارهابي ان هو يتمكن من اصابه مجموعه من الضباط او القائمين على العمل في عمليات الضغط، ده ناتج من المنطقه نفسها اللي موجود فيها الاسماعيليه، لان المنطقه اللي هناك واعتقد حضرتك بتحطينها على الشاشه، العمارات بتبقى متخمر بعضها والشوارع ضيقه، وده من شانه انه يخلي ارهابي بيبقى راكب الشارع وبيستشعر الحركه بسهوله، غير لما بتكون مناطق اوسع شويه بتقدر القوات تتحرك فيها بحريه. نعم. التنظيم او العمليه اللي تمت بعد ما وجدوا معاه المنشورات والبيانات الموجوده فضلا عن السلاح اللي هناك، بيحط على عمليات في يوم 11/11 زي ما حضرتك عرفتي، وده معناه ان هو بينضم للتنظيم اللي بيسعى الى عمل حركه في 11/11. كلنا مؤمنين ان باذن الله 11/11 مش هيكون في حاجه مزعجه بالنسبه للمواطنين في هذه المرحله، كلنا مؤمنين ان احنا بنعدي فتره اقتصاد صعبه وعندنا تحديات موجوده، ولكن العلاج بتاعها ان احنا نشتغل اكثر ونقدر نوجد استثمارات اكثر. في وفود كثيره كانت موجوده الفتره الاخيره، اخرهم رئيس سنغافوره موجود في مصر في النهارده. كل الوفود دي بتيجي عشان عمليات استثمار، عمليات فتح مجالات للحركه في مصر. فبالتالي احنا هدفنا في المرحله الحاليه هو زياده الاستقرار الشارع والشارع الامني، وفي نفس الوقت تدفقات اقتصاديه. ده الهدف بتاع المصري اللي عايز يبني بلده وعايز يبص عليها للمستقبل وعايز يديها لاولاده بصوره احسن. طيب الهدف الاخر اللي عايز يعجز مصر عن تحقيق ده هو ان هو يعوق عمليات الاستثمار بان هو يزرع قلاقل، وفي نفس الوقت يعمل عمليات تعوق عمليات الاستثمار وتعوق المستثمرين والسياحه من القدوم لمصر. طيب دكتور ايهاب، عفوا للمقاطعة، بس نعود للنقطة الأمنية ولقراءة مرة أخرى ما بين سطور هذه المنطقة. يعني جغرافيا عندما نتحدث عن جسر السويس، ربما في فترات سابقة كانت هذه المنطقة من المناطق الساخنة، وكانت الأخبار المرتبطة بالأحداث الموجودة هناك في فترات سابقة أخبار متواترة، ثم خفت هذه الوتيرة، عادت مرة أخرى ربما بهذه القنبلة بدائية الصنع ثم بتواجد هذا الإرهابي في هذه المنطقة. هل من خيوط معينة أمنية تشير لإعادة استخدام هذه المنطقة الجغرافية، أم أن يعني تواتر الحدثين يمكن قراءته بصورة أخرى؟ هو للاسف التنظيمات الارهابيه بتشتغل على مستوى الجمهوريه، ويمكن ده كان باين فيه النجاحات اللي عملتها وزاره الداخليه خلال الاسبوعين اللي فاتوا لما تم ضبط مجموعات من الاسلحه خارجه من الشرقيه وخارجه من بني سويف، فده ما بيحصرش منطقه بعينها. لما بنتكلم على منطقه عين شمس والمنطقه بالذات شرق جسر السويس، لازم نسترجع هنا ذكرى الثمانينات والتسعينات، لان دي كانت المنطقه اللي كانت بتأوي مجموعه كبيره من الارهابيين في الثمانينات، وكان ليها شرف ان انا كنت بفحر في هذه المنطقه في هذا الوقت.
ووصلنا في مرحله من المراحل الى ان كان تم استهداف مجموعه من ضباط الشرطه في الثمانينات في هذه المنطقه وتم اغتيالهم وتحركت القوات لتطهير هذه المنطقه، وكانت المنطقه بمركزها في ذلك الوقت كان مسجد ادم، وتم القضاء على العمليات الارهابيه او التنظيمات الارهابيه اللي كانت موجوده، وما شفناهاش تاني لحد ما ابتدت نسمع عليها في فتره حكم الاخوان وما بعدها. اللي حضرتك بتتصل بيه ده جاي سببه مجموعه حاجات، اولا الكثافه السكانيه العاليه اللي موجوده في هذه المنطقه، الشوارع الضيقه وسهوله تحرك المتابعين فيها بنوع من عدم القدره على رصدهم بسهوله. الشيء الثالث ان المواطن اللي هناك مش مدرك اهميه التعاون مع الاجهزه الامنيه، يعني الشخص اللي تم التحفظ عليه النهارده مالك العقار لو كان بيلتزم بالتعليمات الامنيه وهي اختار جهات الامن باسماء الشخص اللي بيأجره عنده المكان بتاعه وبيديهم صوره البطاقه كان يمكن تم رصده قبل كده وكان تم التحرك معه. ده عشان يحصل المطلوب من وزاره الداخليه انها توعي اكثر المواطنين باهميه الابلاغ عن الشقق المستاجره وتسليم بطاقه الشخص اللي بيستاجرها والتاكد من شخصيه الشخص اللي بيقيم في هذه الشقه، لان في النهايه الارهابي عشان يقدم العمليه بتاعته لازم يكون عايش في وسطنا وفي نفس الوقت بيستغل الغطاء اللي احنا يعني المجتمع اللي هو عايش فيه عشان يقدر يتسرب ويعمل العمليه الارهابيه اللي بتضرنا كلنا في الاخر. فمن هنا لازم نوعي المواطنين ان انت عليك لازم تكون عندك يقظه امنيه ولازم تكون عينك فاحصه، ولو وصلت اي معلومه ليك تديها لاجهزه الامن، ده بصفه عامه وبصفه خاصه للناس اللي بيأجروا الشقق المفروشه او اللي بيأجروا عربيات او الحاجات دي، لازم يخطر اجهزه الامن بالمعلومات بتاعه الناس اللي بتستخدم الحاجات بتاعتها. طيب المصادر الأمنية تحدثت عن أن هذه الخلية كانت تستهدف القيام بعمليات مرتبطة بالحادي عشر من نوفمبر. مرة أخرى كيف يمكن يعني ضبط هذا التوازن ما بين آراء الخبراء الأمنيين من أن هذا اليوم لا يحمل أيا من هذه المبالغات على الإطلاق التي يتم الترويج لها، وبين ما يتم الإعلان عنه من عمليات ربما تستهدف اغتيالات لشخصيات سياسية أو شخصيات مسؤولة أو إعلاميين وهي واردة لإحداث ضجة وإن كانت حتى غير حقيقية، كيف يمكن يعني ضبط الإيقاع ما بين المسألتين؟ اسمحي لي أشكر حقيقة جدا على السؤال ده، لأن احنا لما بنيجي نتكلم النهاردة لازم نفرق بين مجموعة مواطنين مصريين. المواطن المصري عنده رغبه ان هو يساند دولته وعارف التحديات اللي قدامه ومستعد ان هو يكافح عشان خاطر نقدر نعدي الازمه اللي احنا فيها، ومواطن تاني مش قادر يشوف الصح من الغلط وممكن يختلط عليه الامور، وهنا ده لازم نوجه له رساله ونقول له خلي بالك ان نزولك في الشارع ممكن يستخدم من اخرين عشان يسيئوا لمصر ويعملوا اعاقه، والمواطن ده لو نزل الشارع هيبقى نازل عشان عنده بعض الطلبات، وهنا لازم نطالب بجهاز الامن ان هو يبقى حريص جدا في التعامل معه. دولة المواطنين الصالحين اللي احنا بنتكلم عليهم. الشخص الاخر اللي بيستهدف اي عمليات خارجه عن القانون، سواء كنا بنتكلم على تنظيم اعمال في الشارع فيها شغب او الخروج على القانون بمحاولات اغتيال او تهديد بيها، دول لازم يتم القصاص منهم فورا وباسرع وقت ممكن، وهنا يجي دور جهازين، جهاز الامن وده اللي معني بالتصدي والمواجهه على الارض الواقع، وفي نفس الوقت المواطن العادي مطلوب منه ان هو يدعم جهاز الامن بالمعلومات ويدعمه نفسيا ونساند دولتنا في هذه المرحله من التحدي. فهنا ده السبكترم كله او ده الصوره الكامله للشعب المصري، علينا ان احنا نقبل التحدي اللي موجود، علينا ان احنا نشوف ازاي ممكن نبني بلدنا ونشتغل ونجد بمجهود مخلص لدولتنا. اللي عايز يعبر عن رايه مفيش ما يمنع خالص انه يعبر عن رايه، بس في اطار من القانون والاحترام وحفظ الامن للدوله، وفي نفس الوقت اللي هيخرج عن ده يجب ان يتم القصاص منه والتصدي ليه بمنتهى الحزم ومنتهى القوه. الدايره دي محتاجه تواصل واعلام، وطبعا افاضل زي حضراتكم عليهم ان هم يوعونا كلنا من مخاطر استخدام التصريحات دي فيما يضر بالدوله، وفي نفس الوقت على الامن ان هو يبتدي يقول المسموح واللي ممنوع عشان خاطر نبقى كلنا عارفين وفقا للقانون ايه اللي مسموح لنا بيه وايه اللي مش مسموح لنا بيه، لان احنا في وقت مهم جدا ان احنا نقل قيمه الديمقراطيه وممارستها وفي نفس الوقت نحقق الامن في الشارع عشان نقدر نعيد الاستقرار السياسي ثاني والاستقرار الاقتصادي اللي احنا كلنا بننشده. اشكرك شكرا جزيلا دكتور ايهاب يوسف خبير المخاطر الامنيه، ونبقى مشاهدينا الكرام في هذه القراءه، وينضم الي عبر الهاتف العميد خالد عكاشه مدير المركز الوطني للدراسات الامنيه والاستراتيجيه. تحياتي سعاده العميد، والحقيقة
الحقيقه يعني اود ان اربط مشهد اليوم بمشهد هذا المؤتمر الصحفي اللي كنت حضرتك حاضر فيه بالامس، والذي كان فيه هذا الربط ما بين الشق الامني والشق السياسي. يعني يبدو ان ايضا الساعات الاولى لهذا الصباح تحمل هذه الرؤيه.